السلام عليكم، كيف حالكم أحبائي الطلاب؟ اليوم في مادة الرياضيات كتاب الطالب درس جديد بعنوان الوقت بالساعات الكاملة. الآن ما هي فائدة قراءة الساعة ومعرفة الوقت؟ الساعة يا أول تحددنا وقت الدراسة، وقت العمل، أيضا أوقات الصلاة. الساعة يا أول بتنظم لنا حياتنا حتى ننجح في حياتنا. علينا أن نعطي وقتنا أهمية كبيرة، لولا الساعة لكانت الحياة ماذا؟ فوضى. الآن أول نتعرف، اليوم الواحد بتكون من 24 ساعة. الآن 12 ساعة نهاراً و12 ساعة ليلاً. الساعة الواحدة تتكون من 60 دقيقة، الساعة الواحدة تتكون من 60 دقيقة. الآن أتعلم اليوم أقرأ الوقت بالساعة الكاملة في الساعة ذات العقارب والساعة الرقمية. المصطلحات: الساعة ذات العقارب عقرب الساعات، الساعة الرقمية عقرب الدقائق. أستكشف: متى بدأ باسم حل واجباته المدرسية؟ الآن أول نتعرف، عقرب الدقائق هو الأطول ويدل على الدقائق. عقرب الساعات هو الأقصر ويدل على الساعات. الآن أول إذا كان عقرب الدقائق العقرب الأطول على الاثناش، معناته الساعة تماما يعني 60 دقيقة. الآن عقرب الساعات اللي هو الأصغر هون باللون الأحمر بدل على الساعة، حكاني أول الساعة تتكون من 60 دقيقة. الآن كم الساعة هنا؟ أحسنتم، الساعة الرابعة تماما، هاي بسميها أول ساعة رقمية، ساعة رقمية، واضح؟ الآن أتعلم، يشير الوقت في الساعات ذات العقارب والساعة الرقمية إلى الساعة السابعة. الآن أول عقرب الدقائق هو الأطول وهو الذي يدل على الدقائق. عقرب الساعات هو الأقصر ويدل على الساعات. الآن مطلوب مني الساعة السابعة تماما مباشرة. إذا كان عقرب الساعات على السبعة وعقرب الدقائق على الاثناش، معناته الساعة السابعة تماما. هون أول بالساعة الرقمية غالبا بتكون على الهاتف، أما ساعة ذات العقارب بتكون معلقة على الحائط، واضح؟ الآن ننتقل إلى درسنا اليوم. أول الساعة عن إيش؟ ما أول عن تماما، يعني عقرب الدقائق بكون على 12 تماما، واضح؟ الآن أقرأ الوقت ثم أكتب في الساعة الرقمية. الآن عقرب الساعات وين بأشر؟ على الثلاث. عقرب الدقائق على الاثناش، حكينا إذا كان عقرب الدقائق الأطول على الاثناش معناته الساعة ثلاثة تماما، واضح؟ الآن وين بيشير عقرب الساعات؟ على، أحسنتم، على الواحدة، وعقرب الدقائق على 12 معناته الساعة الواحدة تماما، الساعة الواحدة تماما. الآن أرسم عقربي الدقائق والساعات بحسب الوقت المعطى. أول إشي، أول الساعة الرقمية عندي هون الخامسة تماما، الخامسة تماما. الآن أول عقرب الساعات رح يكون على الخمسة وهو الأقصر، عقرب الدقائق رح يكون على الاثناش، مطلوب مني تماما، حكينا إذا كان عقرب الدقائق على الاثناش معناته الساعة الخامسة تماما. الآن مطلوب مني أنا أرسم الساعة التاسعة تماما مباشرة، عقرب الساعات وين؟ على التسعة، عقرب الدقائق على الاثناش، إذا الساعة التاسعة تماما بهذا الشكل. طيب، رسم خالد عقربي الساعة كما في الساعة المجاورة لتشير إلى الساعة التاسعة. أكتشف الخطأ الذي وقع فيه خالد ثم أصححه. الآن يا أول خالد رسم العكس، حط عقرب الساعات على 12 وعقرب الدقائق على 9. المفروض إيش يا أول؟ عقرب الأطول وهو عقرب الدقائق على 12 وعقرب الأحمر وهو عقرب الساعات على الساعة 9. دائما يا أول العقرب الأقصر بكون ساعات والعقرب الأطول بكون دقائق، واضح؟ إذا إحنا اكتشفنا الخطأ، هو عاكس عقرب الدقائق وعقرب الساعات، لازم عقرب الساعات هون عقرب الدقائق على 12، واضح؟ هيك يا أول مطلوب منكم معرفة وقت
الوقت تماما، الوقت تماما، إما خامسة، إما تاسعة، إما الواحدة، إما الثالثة، إما السابعة. الآن أول مطلوب منك أنت ترسم عقرب الدقائق وعقرب الساعات بالوقت اللي أنا رح أعطيك إياه. بدي ترسم لي عقرب الدقائق وعقرب الساعات على الساعة الثامنة وعلى الساعة العاشرة. هذه أول عليك واجب بالإضافة إلى واجب صفحة 69. واضح؟ يعطيكم العافية.